وده مطعم الشهوف، مطعم ايراني وموجود في سوق الوكرة، والفيو بتاعه بقى حكاية على البحر على طول. القعدة دي في الشتاء تبقى حكاية الحكاية، تقعد تاكل وقدامك البحر على طول، انما احنا حاليا لسه في الصيف والقعدة بره مش هتنفع، الواحد هيبقى قاعد اكنه في ساونا. وشفت عنده حاجة غريبة جدا بصراحة، ناس جت وانا قاعد في المطعم وطلبوا اكل وراحوا كلوا في مطعم من المطاعم اللي جنبه، علشان المطاعم اللي جنبه القعدة الخارجية عندهم فيها مكيفات صحراوية. وسألت كده ازاي؟ قال لك عادي، ده سوق شعبي، تقدر تطلب الاكل وتقعد في اي مطعم تاني وتاكل. ولو تفتكروا مطعم بابا غلام اللي انا جربته في النجمة اللي هو حاليا اسمه مطعم الشباب، فده الشهوف الفرع التاني بتاعهم. الترابيزه بصراحه فكرتها حلوه وعجبتنا وهم بيفردوها، فقلت لازم اصورها لكم. تضرب احلى كوبايه شاي بالزعفران من عندهم، ويلا بينا مع بعض ندخل على المطبخ ونشوفهم وهم بيجهزوا الاكل. نبدا بطبق الجرجير بالبصل بالليمون، وبعد كده ندخل على الخبز الايراني اللي بيسووه في التنور. بعد اذنك يا امين، ممكن تقول لنا اسامي كل الانواع دي بعد اذنك؟ هاي كباب لاري، هاي كباب عادي من نفس الكباب، هاي كفته دي اي عادي، دي اي برو، كبدة القلوب الكلاوي، اللي هي اي جديد، كباب ناري، اسمه ناري جديد. اديني في الوريه. جديد عشان خاطرك. تسلم، تسلم امين. ودول يا حاج امين. هاي فقط دي اي، ريش، برضو نفسه، وجوانح. كلهم فريش. وده وهم بيجهزوا الفحم للشاوي، بيكون زي ما حضراتكم شايفين كده نار ايده، ربنا يكفينا يا رب شرها وعذابها. وحاليا احنا الاربع بالليل، وبكره باذن الله الخميس، فبفكركم بصيام الخميس سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام. والخبز التنور او الخبز الايراني للناس اللي ما جربتوش قبل كده، فهو خبز خطير جميل جدا، ده طول ما هو طري، عيبه الوحيد لما بينشف بيبقى عامل زي المسامير. واسعار المشاوي عندهم تقريبا نفس المطعم اللي في النجمه، السيخ عندهم بيبدا من 6 ريال، احنا شخصين وطالبين 46 سيخ، يعني تقدر تقول كده طالبين نص خروف. وحضراتكم مش محتاجين ان تطلبوا الكميه دي كلها، 5 أو 6 سياخ كفيله ان هي تشبعكم وبزياده كمان. بالعاده ما تنسوش تصلوا على النبي تحت في التعليقات، وتعالوا مع بعض نشوف ايه حكايه الخبز المحياوة ده. هاي خبز محياوة، هذا ايراني؟ ايراني. هذا يجي سوا سوا مع الاكل ولا مع الشاي احمر؟ بس سوا سوا شاي احمر، لازم تشربوا مع الشاي احمر خبز محياوة. هذا شاي بالزعفران؟ شاي بالزعفران. الخبز ده للامانه بالنسبه لي كان اول مره اشوفه، واللي شغالين في المحل بيقولوا اللي هيعرف الخبز ده هم شيبان الدوحه. وبس كده يا صاحبي، واشوفك على خير الفيديو الجاي. سلام.